أقول يما مشائل. هلا يما. سالفتك يا بعد عمري، من دشيت البارح البيت وانت متكدر ومحفوس، خير عسى ما شر. يما والله ما أدري شو أقول لك، بس هذا اللي يسمونه جارنا أبو محمد. هو أبو محمد إيش فيه؟ أمس تفل علي وزفني بعد. هو حسبي الله على بنيسة، ليش سويت لأنت؟ يقول لي أمك وبوك ما عرف ربونك عادل يما. هو قال لك كذي؟ إذا ليش؟ يمكن لبسه مو عاجبه، يبيني ألبس على ذوقه المتخلف هذا أبو محمد. هو قال لك لبسك مو عاجبه؟ إي يما، وايد جرحني الموقف هذا أمس. ما يلام، أنا لو مكانه أدوس ببطنك. أنا ودارك ما تستحي، أنت هذا لبسه حد يلبسه، أنتوا بعدين معاك، مع تهوز، فشلتني قدام الفريج، لا رفيجة دش بيتي، لا جيراني دش بيتي، لا حد يدش بيتي. أنا ودارك وبعدين معاك، إيش سالفتك أنت؟ الواحد ما يقعد بهالبيت هذا. تعال هني، مشعل، مشعل، حسبي الله عليك، يعنيك لا تربح لا أنت ولا أبوك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا وبعدين إيش أسوي معاه؟ يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا تهدي، يا تاخذ عمره وتريحني. استغفر الله، استغفر الله. مسكينة سلمى، صدقون طول اليوم أفكر فيها. إي والله مسكينة يا يمه، خانت حيلي هالبنية، توها بعدها صغيرة تتحمل كل هالمسؤولية. لا يا جماعة الحمد لله لا تحاتون، ترى سلمى شخصيتها الحمد لله قوية، ومو من النوع اللي يستسلم بسرعة. زين قول لي يوسف، شلون نقدر نساعدها؟ والله يا يبا ما أدري، بس هم لما سافروا المرة اللي طافت حق العلاج قالوا لهم هناك إن أمكم ما لها علاج خلاص، وردوهم الديرة. أنا أول مرة أسمع عن هالحالة، يعني الحين أمها عندها فقدان ذاكرة؟ خلاص خلاص، ادعوا لها بالشفاء، الله يشفيها إن شاء الله. يا بنت الحلال، الحين ما قمنا نستغرب، كل يوم نسمع عن أمراض عجيبة وغريبة، لكن الله كريم، والله سبحانه وتعالى بصير بعباد. الحمد لله، أنا الحين بمشي، تبون شيء؟ حظك الله، مع السلامة. مع السلامة أبوي. مسكين يوسف، مبين علينا متأثر وايد. اي والله اسماعيل، يعني الله كريم، الله يشافيها ان شاء الله. يا لواس انا اسرع، لا انا اكثر، انت عدل هي ما تعرفون انتوا فين تشوفوها كذي. يبا واي واي شعوله، قيس شعوله، ايش فيك حبيبتي ضايق خلقك؟ واي ما تعودنا عليك كذي. بعد عمري ما فيني شيء الا صدق. صار على موضوعك. انا كل شيء تمام، شكلي راح اوافق على انور. بالبركه ان شاء الله. لا والله اقول شوي شوي عليك، ايش فيك؟ كانك ما صدقتي انت. هي انت ايش فيك علي من اليوم؟ انا شكو نشبتني، انا شكو بالنص كنتي علي ماي. هذا جزاكي قاعده اقول لك مشاعري صادقه شنو هي؟ زين يا ام صادقه، خلينا نشوف هني ام المشاعر كلها مرضيه تعطيني وي. شوي تشعوله، شو السالفه؟ ليش زعلانه؟ ما في لي شيء، فروحها مستانسة عسى دوم، الله إن شاء الله يسهل عليها. وانت بعد مستانسة سارونا، تعودنا عليها وعلى كآبتها. وعلي أم مشعل أنا بالطالع يوم فوق أو يوم تحت، عسى الله إن شاء الله يسهل علينا ويسر أمرنا. مبروك حبيبتي. الله يبارك فيك. أنا إذا رديت البيت راح أبوس أمي بوسة كبيرة. ومتشكو، لأن هي توقعت هالشي، قالت they gonna love each other at first sight. صدقين عاد، هذا الشيء الوحيد اللي عرفته من اللي قلتي. شنو؟ شنو ترجمتها؟ هذه يعني يسمونها حب من النظرة الأولى. لا 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 شعال يما، من أول مرة تضبطين الشيء. عرفتها يا عيون، يعني كنت بس انتي تعرفين أجنبي. عرفتيها شطورة والله، هذه الجملة الوحيدة اللي انتي عرفتها. ايش تعيدي من هني إذا ما تعرفين غيرها؟ واي منك يا عيارة. تعالي، متى ما شفتك؟ لا تسأليني، ما حلو صح؟ أقول لكم، إيش رأيكم الحين أسبح؟ يلا Thank you.
صدق يا يوسف، مرات أحس عايشة بسنة 90. ليه رح تتكلم عن ناس أنا ما أعرفهم وتتذكر أيام زواجها من أبوي وشلون قبل لا يموت وصاها تتزوج من بعده؟ تزوج؟ تخيل، قال لها إذا مت تزوجي علشان يصير لسلمى أخوان وخوات. والله يا سلمى الله يعينها الوالدة، يعني الله يشافيها إن شاء الله. أنا أعتقد إنها هي مصدومة يعني من وفاة الوالد. عادل كلامك يا يوسف، أنا مرة فكرت أوديها عند دكتور. دكتور نفسي يعني؟ إيه، أمي للحين عايشة على ذكرياتها مع أبوي، حياتها كلها تغيرت يوم مات. الله يشفيها الوالدة إن شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو حده كول ومثقف وشكله حساس وايد. ما أدري موني، ما تخافين؟ يعني ما تحسين يكذب وممكن يكون مثل باقي الشباب بس يبون يخربطونه؟ بس لا، أولا جراح مو صغير، ثانيا هو دارس بأمريكا، هو وايد open mind، وثالثا أحساس يقول لنا صاج، يعني كلامه طريقته ثقافته أسلوبه، فهمتي؟ كيفك؟ على العموم ديري بالك، يعني انت تدري انه هو غير عنك، انت فهمتني صح؟ Don't worry at all، مو من اللي ينقص عليها حبيبتي، هذا اول شيء. ثاني شيء ترى انا مو هامني، مو هامني لا اصله ولا فصله، هامني هو شنو يكون بس. يعني ما سألتني وين رحت الصبح؟ يعني وين بتروحين بالله؟ يا بيت ابوك يا بيت رفيقتك العودة. ممكن أسألك سؤال؟ خير؟ أنت ما تغار علي؟ شنو مناسبة هالسؤال؟ أنت بس جاوبني. أكيد غار عليك. تحبني؟ سارة، أنت زوجتي ولازم اني زوجتك بس صح؟ اكو وايد ريايل ما يحبون حريمهم، وبعدين وش ترى انا رحت حق رفيجاتي؟ او ممكن قاعده تكذب عليه؟ ساره لازم حدودك، فهمي ايش قاعد تقولين. اعرف انك ما تحبني وانك متزوجني بس كذي. سمعيني عدل يا سوير، صوتك رفعتيه مره ثانيه راس شافه كسره. حمدي ربك على النعمه اللي عايشه فيها، لا اهلك ولا طوايف اهلك يحلمون بهالعيشه. لا لا مستحيل، لا لا لا. الله يستر، امي بتوصل باكر. توصل بالسلامه ان شاء الله، بس تبي الصج هات، انا الوحيد اللي مستفيد من ردتها. ايش معنى؟ أبفتك يا اخي، زهقت وانا اغديك واعشيك، لا وفوق هذا كله صاير مستشار عاطفي حق جنابك. افا والله ما هقيت اطلع منك هالكلام يا ابو وليد. افا افا عليك، بس بعدين اسمع، ترى هالكلام لا احد يسمعه، ترى فيها قبائل. الله، قبائل مره واحده؟ ايش دعوه؟ ليش صاير؟ ايش قايل انا؟ بعدين شنو سالفه مستشار عاطفي ما مستشار عاطفي؟ ترى هي مره واحده اللي استشرتك فيها بس، مقيوله ما يحك جلدك الا ظفرك. الله يستر منك ومن امثالك. انا اقول خلنا نمشي، ترى الشمس ذبحتنا. قوم قوم. لحظه اشوف هذا منو. هذه منار. اي رد رد. يلا اكيد برد اكيد. الو، هلا هلا وغلا، هلا بهالصوت. جراح سوري انا ما راح اقدر اشوفك اليوم. ويني؟ at my friend's place. رفيجتي عندها مشكله كبيره، ما أقدر أتركها لحالها. أوكي، ثانك يو، يلا باي باي. إيش فيك؟ إيش قالت لك وعفستك كذي؟ تقول ما تقدر تشوفني، رفيجتها عندها مشكلة بتظل معاها. صدقتها؟ شنو تقصد؟ يبا أنت ما تعرف البنات عدل، هذه واحدة من الثنتين،
يا اما انها طاقه الثقل او تكفى. لا تكمل، منار ارقى وافضل من كذي. يبا انت الكلام ضايع وياك، انا بمشي. تدرين ايش كثر يبي الحين؟ يبي 10,000 دينار. يقول ان المبلغ اللي خداه اول ما كفاه علشان يرمم بيته. انا خايف، خايف يا هدى، خايف يروح يقول حق اخواني سالفه يوسف. حبيبي لا تخاف، ما لك شغل فيه، ما يقدر يسوي شيء. وبعدين انت ذاك المره معطيه 40,000، ايش يبي بال10,000؟ هذا واحد كذاب. انا قررت اعطيه الفلوس، خلي ياخذ اللي يبي بس لي خير. لكن ما تذكرت انه بيروح يقول حق اخواني. خلاص يا حبيبي عطى الفلوس، خله يسكت، خله يسك حل جمولية. الحين المشكله مو في اخوانك، المشكله بيوسف. اذا عرف الحقيقه ايش راح يصير فيه؟ وهذا اللي خايف منه، يوسف لا يمكن يتقبل ان انا ماني ابوه. ايش بيصير فيه لو عرف ان ولدنا بالتبني؟ شنو يعني ولدكم بالتبني؟ إذا أنا يعني مو ولدكم أطلع من ولده؟ أنا سمعت كل شيء أنت قلتوه، قول لي أنا من ولده. اسمعني حبيبي، تعال قاعد، أنا أفهمك كل شيء. أنا من ولده ومن أبوي، إذا أنا مو ولدكم أطلع من ولده. تعجوا إن شاء الله، إن شاء الله. أنت ولدي، أنت حبيبي، أنت عمري كله. صدق أنت مو ولدي من صلبي، لكن ولدي اللي ربيته وعشت معاه سنين عمر. أنا متبنيك من 19 سنة، مو من اليوم يا يوسف. أنت تبون تنينوني، تبون تنينوني، تقولوا لي أنا من ولده، من أبوي ومن أمي. بس بس يوسف، بس حرام عليك. أنا قاعد أتعلم من داخل. تعال حبيبي قاعد، أنا فهمك كل شيء. يوسف يما، يما حبيبي لا تهدني، أنت ولدي حشاشة يوفي، أنت ولدي حبيبي يا يما. يما لا تخليني وتروح، أنا ما أقدر أعيش بدونك. يوسف، يوسف يما تعال. حمد لحق عليه، لحق على ولدي يا حمد. يوسف، يوسف ولدي يا حمد، ولدي. أنا ما أقدر أعيش بدونه، يروح يجيب لي يا ولدي يا حمد، يجيب لي يوسف يا حمد. يوسف لا تخليني. أبي ولدي يا حمد، أبي ولدي. حسبي الله عليك يا عبد الرحمن، حسبي الله عليك يا عبد الرحمن. بس ايوه، بس يوسف لي ولدي. ان شاء الله، ان شاء الله انا اتصرف. بس اهدي انت. ابي ولدي يا حمد، ابي ولدي. ابكي ابكي بعد، تكفين لا توقفين، خذي دموعك ما تخلص، لا بعد يوم ولا شهر ولا سنه. ايش فيك انتي؟ انت ليش مو راضيه تقتنعين ان البنيه لازم تتحمل نتيجه سوء اختيارها لما تاكل تبن وتصلح غلطتها؟ ساره انا تعبت منك، خلاص لبعتي كبدي، ضعفش لبع كبدي. بس موني انتي مو من صدقك، شنو تبين يعني البنيه تسوي؟ تبينها تقوم تتهاوش ويا الرجال الطقه؟ ما يصير. ولا تبينها تشيل قشها وتروح بيت ابوها يعني؟ ها، وش دعوه اذا شالت قشها وراحت بيت ابوها بيسال فيها ولا راح يقطها ولا داري عنها؟ هذا ما عنده مروه. شبوني اسوي؟ كاني كل يوم كشختله وابي ادلعه، بس هو ما يعطيني وجه. ايش تبوني اسوي؟ ابيك تطيحين عليه، ابيك تصيرين مره سنع شوي، فتشي باغراضه، تشوفي اشياء، تشتاشته بموبايله، طيحي على منو بيكلم. واللي عرفتي اعطيني الرقم وانا بوريك فيه. الو، هلا يبا، ايش فيك؟ اوكي، ايش فيك؟ سكت التليفون بوجهي، قال بسرعه تعالي تعالي.
ما ادري ايش صاير. ان شاء الله ماكو شيء حبيبتي، انت لا تقعدين تخافين. انا لازم اروح، تدير بالك على نفسك اوكي؟ يلا طمنينا عنك. يلا تصلين طمنينا عنك، مو تدوسين. اوكي. احنا حالتنا حاله. منهار مشغولة عني، الظاهر انها متعلقة حيل برفيجاتها، واكيد انها بتلتهي عني بمشاكلهم. اه يا منهار، لو تدرين شلون يمر اليوم علي وانتي بعيدة عني. كل يوم بسنة، وكل ليلة بشهر. وينك يا الغلا؟ وينك؟ بعدين يا مرة، ذكري الله، ذكري الله وخلاص. يا بام مش فيها؟ الله يخليك قولي، ترى أعصابي انهارت. تكفى. اتصل بيوسف يا أحمد. الله يخليك يا عبد. تكفى يا عبد، تكفى. حدي نفسك، حدي نفسك، مو كذي. يبا يوسف ايش فيه؟ ايش صاير؟ ايش صاير؟ يا بنيتي مو صاير للخير ان شاء الله. قومي معي الصالة، افهمك كل شيء. منار يا امي ليوسف. الله يخليك يا يما، اتصلي عليه خليه. يما الله يخليك، هدي عمرك، لا تسوين بعمرك كذي، الله يخليك. كل شيء تبينه راح يصير، تكفين. يا بنت الحلال، يا بنت الحلال، لا تسوين بعمرك كذي علامه. مثل ما قلت لك، سمعت ايش قاعد اقول انا؟ يعني ابي اشرب، انا ابي اصير سكران، ابي اعلمهم شلون الغلط غلط. كل ما قالوا لي انت غلطان، هذا انا ما قاعد اسوي الغلط. اوكي، موعدنا اليوم بالليل. اوكي، ابي اشرب. يلا باي. خشيتوا على يوسف 19 سنة آمنا بالله، بس ليش تخشون علي أنا؟ يبا أنا بنتك، بنتك اللي تقول لي كل شيء، شلون تخش علي سر خطير مثل هذا؟ خايف إني أعلم من صدقك أنت؟ قاعدي يا بنيتي، قاعدي يا منار، الله يخليك، قاعدي. حبيبتي، أنت لازم توقفين معانا. أنت شفتي الطبيب إيش قال حق أمك؟ عندها انهيار عصبي شديد. منار حبيبتي خليك مكاننا. خليك مكاننا أنا وأمك. لو أنت مكاننا تقدرين تقولين حق يوسف انت مو ولدي؟ ما ادري، بس على الاقل ما كنت اخش على بنتي. منار فهميني، تصوري لو يوسف عرف ان انا مو ابوه وانت مو اخته وهدى مو امه، تعتقدين انه بيتاقلم معانا؟ تصورين انه يصير انسان سوي؟ مستحيل. ما ادري، يمكن انت معاك حق. أنا ما أقدر أقعد راحة كذي، يوسف ما قاعد يرد على تليفونه، أنا لازم أروح أدوره، ولازم تي معاي. توكلنا عليك. يلا، ها بشري، عسى يستي عن اخبارك سوالف اليهال. انا على طول عاجل، بس كل ما تكلمت معاك الا تعصب علي. حصل خير،
تعشيتي؟ لا ناطرتك. زين هل قوم يقول حق الخدامة تذهب العشاء على ما قوم تسبح؟ وعلى فكرة أنا معزوم على الشاليه اليوم عند الشباب، احتمال أتأخر. صدق؟ على راحتك. حلو، ذهب العشاء وناديني. مع السلامة جلال أبي. يوم أنا قاعد أكلمك في شيء؟ فيش طالع أنت تشكين شيء ما أنت؟ راحتش أنا ماشي. زين سلمتي ما سمعتي منك كلش؟ ما دق عليك ما شفتي؟ لا ولا شيء، امي قاعد حاتيه وقاعد يقع عليه ما قاعد يرد. زين الله يخليك، اذا سمعتي منه دقي علينا. اوريت يلا باي باي. ها بشري يا بنيتي، تقول ما شافته من اليوم الظهر. لا حول الله، لا حول ولا قوه الا بالله. زين يا بنيتي انت ما تعرفين الاماكن اللي تردد عليها يوسف؟ يعني مطاعم، كافيهات؟ بلى عارف كم كافي شوب وكم مطعم. تلقى راح نلقاه هناك؟ قولي امين، يلا روحي يا بنيتي. يلا يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. دش داخل، دش داخل يا الكلب، دش يبا خلاص يبا خلاص عليك. لا يبا 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 خلاص يبا 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 انا طلعك يا غصب عليك. انا كنت ضايع راس وباكر اوديك الجيش. انا عارف شلون. انا عارف. انا عارف. لا الجيش يسمعونك انا يربونك. لا انا عليك. لا انا ولا امك شلون. لا انت علي. لا تف عليك. تف عليك على الساعه وين تبينا نروح؟ لفينا نصف الكويت ما لقينا. أقول موني إحنا ما فكرنا بالفنادق، يمكن قاعد في فندق يعني ماخذ له غرفة ما ندري.
ايش رايك نمر لو على كم فندق نسأل؟ بابا خل نروح البيت الحين وندق من هناك على كل الفنادق ونسأل عنه. امي قاعده بروحها وانا قاعده احاتيها، اخاف تحتاج شيء. مو امك هي اللي ذابحتنا، تحاتي يوسف وتبي اليوم قبل باكر، ايش تبينا نسوي يا بنيتي؟ الله يستر. ردي 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 على التلفون، يمكن من طرف يوسف. لا بابا هذه فيشتي بالدوام، بعدين ارد عليها. غريبه، ليش ما ترد؟ انا قلبي مو مرتاح، احس منار فيها شيء. خل ادق على يوسف واحاول افهم منه شيء. والله السالفه فيها انه يا ترى ايش صاير؟ ايش صاير؟ هلا يوسف، شلونك؟ ايش فيك يوسف؟ زين زين، خذ العلم. علمينا. ما تتكلمين علمينا. يوسف هني، يوسف هني بداخلي، حتى لو راح، حتى لو هد البيت ما يقدر يهد قلبي يا حمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يما حبيبتي الله يخليك، لا تسوين بعمرك كذي، تكفين أنت نوارتنا. الله يخليك يوسف، لا تحاتينا، راح يرد صدقيني، باكر إن شاء الله راح يرد. يوسف تعال تعال.
فيك؟ صاير معك؟ أقدر أنام هني اليوم؟ حياك، بس قولي صاير معك؟ أستاذ جراح، أنا بصراحة أنا ما ودي أقول لك الحين ولا ودي أتكلم بالموضوع، بس اللي أطلبه منك إن أنام هني اليوم وباكر من الصبح أنا راح أمشي. عفا عليك يا يوسف، البيت بيتك وإحنا ضيوفك. على العموم الحين قوم نام مرتاح وباكر نتكلم. يلا حياك. إن شاء الله يرد يا بنت الحلال، لا تسوي بنفسك كذي بتموتين انتي. ها منو؟ ما أدري، رقم غريب. رجعي. ألو، منو معي؟ هلا أستاذ جراح. شنو؟ يوسف عندك؟ شلونه؟ أوه بخير؟ الله يطمن قلبك يا رب. زين، لا اليوم ما نقدر، باكر ان شاء الله الوالد بيمر عليك وياخذه. اوكي، اكيد هو بخير، ما في شيء. زين، مشكور، ما تقصر. يلا مع السلامه. منار، منو هذا الراح اللي يوسف عنده؟ يبا هذا استاذ يوسف بالجامعه، الظاهر راح عنده. وين ولدي؟ وين ولدي؟ إما هو بخير، تطمني. لقينا، لقينا حبيبتي، لقينا. الحمد لله لك يا رب، الحمد لله. يما شو يستمر قلم بشبكة كذي؟ والله يا وليدي أخاف البيت ما تدري ذي الشبكة. ليش يما؟ كنا الذهب شوية. لا يما الله يسلمك، لا الذهب شوية ولا شيء، إن شاء الله بس نتزوج ونعين من الله خير بيب لها بدال الشبكة ألف. وي يا وليدي، يعني إن شاء الله الله يهنيكم ويسعدكم ويبعد عنكم عيون الحساد. ويخليك لنا يا الغالية. حبيبتي خلاص، إحنا تطمننا على يوسف، وأنا بعد شوي بروح له وماني راد البيت إلا وهو معي إن شاء الله. بعد إيش تبين؟ حمد خذني معاك، تكفى. الله يهداك. بس حبيبتي ليش اخذك معاي؟ اقول لك انا بروح حقه، وبعدين ها انا الريال ما اعرفه ولا ادري شنو الظروف. خليني انا اروح وان شاء الله ماني راد الا هو معاي، وبتشوفينا وتطمنين عليه وتحضنينا وتبوسينه. افعلك بس. يبا تبيني اتصل في الاستاذ جراح واساله عنه؟ اي والله يا بنيتي عافيه، يا ريت تتصل فيه. بس منار حبيبتي انا ترى ما اعرف الريال، بس اعطيني اياه ودي اكلمه. حاضر. الو، ذهب نفسك باكر علشان قدم اوراقك حق الجيش. ما بروح الجيش ولا بسوي شيء تبي انت. ترى انا مليت الحين، تذكرت عندك ولد، الحين حسيت فيني، الحين حسيت انك ابو. عقب شنو؟ عقب السنين كلها هذه قاطي هني بروحي، الحين تذكرت عندك ولد؟ حرام عليك، حرام اللي سويته فيني. ما عمرك سألت، ما عمرك جيتني وقلت لي محتاج شيء، تبي شيء، ولا عمرك سويتها. أشوف ربعي قدامي كل واحد ويا أبوه، عنده عزوته، أنا ما عندي أحد، ما عندي أحد، كني يتيم. حرام عليك سويته فيني، حسسني إن أنا يتيم. ومن الحين خلاص أنا ما أبي منك شيء، ورجاء تفضل اطلع برا، اطلع برا. اسمع اسمع يا مشعل، كل اللي قلته صحيح، وأنا فعلا مقصر. تركتك تتربى عند أمك، ما اهتميت فيك، ونسيت انك محتاج يكون يمك وابوك عون وسند لك بهالدنيا. انا الغلطان، انا الغلطان اللي تركتك عند امك ويا رفيجاتها. لو اني مخلي بالي عليك ومخليك وياي كان ما صار هذا كله. انا الغلطان يا مشعل، سامحني، سامحني يا وليدي، سامحني. والله شو اقولك يا عمي، هو الحين نايم. انا بصراحة حاولت اعرف امس شو اللي مكدر خاطره، لكن هو عيه يقول لي. بس كل اللي قاله انه متناجر وياكم، عشان كذي انا طرشت مسج حق منار عشان اطمنها.
قاعد مبكر اليوم. تبي ريوق؟ نسيت انت ما تريق. ايش عند زياده من صباح الله خير؟ لا ولا شيء، بس كذي. تروحين حق امك اليوم؟ ايه ان شاء الله. على العموم انا ما راح اجي على الغدا، واحتمال اتاخر بالليل. صدق؟ حاسك على القوه. ساره. هلا. خذيتي من الحبوب انت امس؟ ايه طبعا، لا تحاتي. ماشي، انا بمشي الحين، واذا بغيت شيء اتصلي علي. ولحنا عليك يا يوسف، ولحنا عليك وايد، وامك والهانه ودها تشوفك. تعالي بقى، تعال استريح استريح، اقعد. حقيقه سادي راح، انا ماني عارف شلون ابتدي معاك، لكن اشكرك على استقبالك ليوسف، والله يقدرنا على رد الجميل ان شاء الله. عفا عليك يا عمي، احنا ما سوينا شيء، وبعدين يوسف عزيز وغالي، وانت هم يا عمي، تراك صدقني دشيت قلبي من يوم سمعت صوتك. بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله فيك. يلا يوسف يبا. لا يا عمي، ما يصير، ما يصير تروحون من غير ما تقهون. يا ولدي الحلال، قهوتك مشروبة، وصدقني أم يوسف والهانة عليه ودها تشوفه. يلا يبا، يلا توكلنا عليك يا رب. يلا حبيبي يوسف، يلا عن إذنك يا سيدي راح. الله معكم. يلا الله. عسى الله يخليك لي ولا يحرمني منك الغالية. وي وي، خليك ربي ويحفظك ويسهل أمرك يا وليدي. يلا يما على البيت. وين رايح يما؟ بس عاد أبدل عشان حق الحلاق، ما نتأخر على الجماعة بعد. وي حفظك ربي. على البيت. هلا حبيبتي. إي يوسف كاهو يمي. يا بنت الحلال بعد حقة تبكين، قلنا لك أخذت يوسف من الريال، كان يايكم. لا لا الحين ما اقدر اكلمك، ما في شيء صدقيني. ها اقول لك ما اقدر اكلمك تبكين. يبا كحنا جايين يا بنت الحلال، كله 10 دقائق ربع ساعة انا عندكم ان شاء الله، وبتشوفينه وبتلمينه وبتطمنين عليه. صلي على النبي، صلي على النبي. علامك يا هدى، الله يهداك. كان جاي يا بنت الحلال، كان جاي. يلا يلا يلا، مسافة السكة احنا عندك ان شاء الله. يلا مع السلامة، مع السلامة. مسكينة أمك. ها ها شوي وتستخف، تحاتيك وتبكي الليل والنهار، وأنت ما تدري عنها. من حاكي أنا قاعد أحاكيك؟ أقول لك أمك مسكينة تحاتيك، بغت تين. والله ما تدري عني. الله كريم.